طبعا اللي بيشرب من ميه النيل وبعدين يسافر ويتغرب لازم يرجع تاني. ليه؟ لان عنده اجازه يعني من غير اي افواره. النيل عظيم وكل حاجه بس الفكره في الاجازه، الراجل متغرب نفسه يجي. من اهم الاوقات في حياه اي مغترب وحياه قرايبه واصحابه وحبايبه هو الوقت اللي بيجي فيه اجازه. في ناس بتيجي مره كل سنه، في ناس مرتين في السنه، دي بقى اللي فلوسهم حلوه. ها، في ناس بتيجي مره كل 5 سنين، دول اللي فلوسهم حلوه قوي لدرجه ان هم مش عايزين يضيعوها على اجازه وهدايا وكلام فارغ. المهم ان كل اللي متغربين بره تلاقيهم لازم بيرجعوا تاني اجازه كام اسبوع في السنه كده زياره. والزوار دول انواع وانواع كتير ومختلفه. اشهر الناس اللي راجعين اجازات هو الشاب التلاتيني اللي بقاله كام سنه بره وبدا يترستق والظهر بدا يلعب وتبدلت الاحوال وقرر ان تطور الطبيعي للسكه دي انه يشوف بنت الحلال. شفت حتى القافيه طب. الاحوال والحلقه ماشيه، انا كلامي سليم. ده بينزل الاجازه من اول ما بيصحى لحد ما بينام بيلف كعب داير في زيارات من صالون العروسه دي لصالون العروسه ديكها، نازل في مهمه محدده ما فيش، ما لا بيروح ولا بيجي، هو صالونات وبيعلنها من غير كسوف. يعني ام العروسه تقول له تشرفونا بقى ان شاء الله الجمعه الجايه بالليل وبتاع، لا بص يا طنط بص حضرتك ان شاء الله اشوف عروسه تانية في المعادي ورا كارفور كده، لو بنتك احلى ان شاء الله نيجي الجمعه باذن الله، لكن لو مش ورا كارفور ده طلع اطعم يبقى بخ انتوا كده عادي. وفي اللي بيقعد كام سنه يا دوبك يلم شويه فلوس يدفع مقدم شقه ويجيب بدله جديده. ليه؟ عشان ننزل على الافراح، ما احنا عاملين الافراح دي نجوز 2 ونجوز الباقيين اللي فاضيين، هو ديفيليه حضرتك فاهمه؟ فطبعا ما تعجبوش اللي ماما اختارتهم، يرجع تاني يجيب بدله تانيه عشان تخن وينزل. المهم النوع ده غالبا بيسافر لوحده ومامته بتشحن له العروسه من مصر بسلوفانها بقى بالفستان الدنتيل ابو كرانيش كبيره تملى الطياره كلها بالفستان مش عارف ليه، يصورها وهي صغيره بشواكها بمعاليقها ببابا غنوجها، يروح بقى يستلمها من المطار خالصه مخلصه. وعشان ما يدفعش وزن زياده بيختار واحده رفيعه وبعدين يبقى ياكلها هو بقى هناك، ياكلها مفطح وحنيذ وحاشي ومضغوط ومضبي حاجات اللي هو اللي ومهري الحاجات اللي هناك دي. في طبعا اللي نازل اجازه وبيحسسك ان هو اهم واحد في الوطن العربي من المحيط للخليج، لما تمسك فيه يقعد كام يوم يضحك ضحكه كده ولا ان شاء الله اقعد فين، ده انا سايب الخليج لوحده والله زمانهم حايسين. ما تلاقيه شغال محاسب في شركه عادي جدا، هو بتلاقيه شايل الشغل بس شايل يوديه للارشيف يطلعه من المخازن، ده معنى الكلمه يقول لك انا شايل الشغل ده اخره. في طبعا كمان نوع مشهور قوي النوع بتاع عندنا هناك، ده اللي هو بيبقى جاي قرفان قوي من كل حاجه في البلد مش ولا حاجه عجباه، ولما يكلمنا يقول لنا انتوا ازاي لحد دلوقتي النت عندكم بطيئه كده، انتوا ازاي بتشربوا ميه الحنفيه اللي طعمها غريب دي، انتوا ازاي قادرين تتكلموا في التلوث ده، لا احنا عندنا قطع كنتاكي مش صدور ووراك ودبابيس وكلام، لا 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 مفيش كلام ده، عندنا قطعه فرخه قطعه كنتاكي ايه انت عايش في المستقبل حضرتك، انت جاي من بره مش جاي من الالفيه الرابعه. في كمان طبعا اللي بيبقى راجع وحاسس ان هو مطمع من الكل، بيستخدم كده طريقه ظريفه قوي يمنع بيها الحسد والارواح الشريره في نفس الوقت، ده اللي بيخاف من الحسد جدا فتلاقيه طول ما انت قاعده معاه يعمل يتكلم في حاجات تمتم كده بآيات وحاجات وأذكار عشان ايه يعني يبعد العين والبتاع ده، بقى بيصور لك حياته كلها على ان هي الجحيم على الارض. تسأليه عن شغله يوطي صوته كده ويطاطي راسه، تسمعي صوت الناي الحزين في الخلفيه حسسك انه بيروح يتعذب ويتهان كل يوم 28 ساعه في اليوم، يروح ينام بس كده كانه شغال طول اليوم على سيخ شاورما، مش اللي بيعمل الشاورما لا اللي هو جوه السيخ بتاع الشاورما. فتقول طب الله يعينك معلش بتتعب طبعا بس المهم تعمل قرشين، قال لك لا قرشين ايه ده احنا سالفين حق تذاكر الطياره والله. تقول طب معلش ربنا يقويك ويديك صحه، لا صحه ايه ده مرار ده احنا عايشين على المهدئات والمسكنات والله. قول له طب معلش يا سيدي ربنا يشفيك ويحلي ايامك، لا يحلي ايه انا سكري عالي انا ليه اسنان الحلو. طب انت نازل ليه؟ ما تخليك في العنايه المركزه بدل الزعر اللي انت معيشنا فيه ده. في بقى رجل الدوبلاج، رجل الدوبلاج ده اللي تلاقيه بقاله شهرين بس في الخليج وراجع زياره سريعه يخلص ورق مثلا او حاجه بس عوج لسانه بقى لك الله الحمد لله يا شو سبحان الله انا يعني الراتب بيكفيني وعندي كل شيء يعني السياره حلوه والمكيف ليه الصوت مش راكب على الصوره؟ يعني احنا عارفينك ايه يا عماد مالك انت كنت سهران قدام سبيستون. في الراجل اللي طول حياته متغرب بره وسايب مراته وولاده هنا من سنين وكل مره ينزل اجازه يقول خلاص لاخر سنه هرجع استقر بقى في بيتي مع عيلتي وبتاع، تقابليه بعد 5 سنين في اجازه جاي من بره عادي. ليه بقى؟ لان الولد في مدرسه غاليه كبر بقى في جامعه اغلى محتاجه فلوس اكتر، وبيت الهرم الثلاث ادوار خد موافقه من الحي وترخيص بقى عشان يعلي دورين كمان فلازم نبنيهم، والمعموره لمت بقت بيئه فلازم نجيب شاليه في الساحل وهكذا. الراجل ده بقى لما بيرجع اجازه اسبوعين ثلاثة في السنة بيبقى مش مسنك الوقت مع ولاده خالص، يعني هو بالنسبة له بيحسب اعمارهم بعدد ايام الاجازات اللي شافهم فيها خلال حياته، فيبقى ابنه مثلا عنده 20 سنة بس هو عاش معاه شاكب راكب 6 سنين فبيعامله على هذا الاساس، تلاقيه جايب له معاه قطر او عربية بالريموت ويقول له انا جايب لك احدث شيء، وتلاقيه جايب له تيشيرت عليه بنتن وجزمة بتنور، هو بيبقى دور الاب ناقح عليه شوية لانه مش بيمارسه كتير، فتلاقيه بقى عايز ياخد فرصته بقى يطلع للنور بقى ياخد اضاءته كده ويقف في الصالة بقى ويأدي بقى بابا ورحت فين وجيت
جيت منين والساعه كام في ايدك دلوقتي. العيال طبعا بالنسبه لهم الراجل ده ضيف، ياخد واجبه ويتكل على الله، نعمل له شويه المكرونه بشاميل اللي بيحبهم ويمشي خلاص. ساعه ايه يا بابا اللي في ايدي يا بابا، بس يا بابا. وفي الاسره اللي هي مغتربه كلها بره، بس دايما الام هي اللي بتاخد الاولاد وتنزل اجازه، الاب بيفضل هناك ايا كانت الاسباب بقى، توفير الفلوس تذكرته، ما عرفش ياخد اجازه، ذكاء وبعد نظر منه، ساعات بتبقى كده. ايا كان الست تاخد الثلاث عيال بشنطهم وكراكبهم وتبدا رحله العذاب في المطار والطياره والشوارع والبيوت. تعرف احمد زكي في فيلم 4 في مهمه رسميه كده اهو. تاخد معاها طبعا هدايا لمامتها وحماتها واهلها واهل جوزها، وبرضه ما يعجبهمش الهدايا طبعا. اول ما تنزل مصر على طول العيال تعيا فورا عشان تغيير الجو والاكل والميه، فتروح بيهم المستشفى تعلق محاليل، ترجع على البيت تشيل البياضات، تنفض، تمسح وتنظف، تعمل شويه خناقات علشان هديه مين احلى من دي، ومين كان طالب ايه وما جابهاش، مين ما كلمتوش ولا مره وهي مسافره، يتخانقوا يشتموا بعض، تقفش تلم عيالها تمشي تروح بيتها، تفرش البياضات تاني وتقفل الشقه وترجع للغرب. دي حياتها. في الصاحب اللي بينزل اجازه اسبوع وعايزنا نتقطع له تماما، يصحى بدري يكلمني ايه فريش بقى اجازته مبسوط، هو اسبوع انا بتسحول بقى في الاسبوع ده، هو يلا بقى ننزل سوا نتقابل نفطر بقى على عربيه فول يا وحشاه موت بقى. انا باكلها كل يوم عادي حضرتك، انا هنا في اجازه طويله، بعدين نشتري حاجات وبعدين نتغدى حاجات قذره وحشاه موت، انا ده اكلي برضو العادي، انا ماليش ذنب، ونسهر على القهوه نلعب كوتشينه وطاوله للصبح وهلم جره طول الاجازه لازق لي كده، مش دي المشكله؟ ينورنا. المشكله انه لما بيرجع يسافر بقى بيسقطني تماما، لا تليفون ولا شات ولا مسج ولا لايك حتى على صوري مع القطط اللي على الفيسبوك. انت بتيجي مصر تتبسط بيها وتمشي، انت متجوزني مسيار هنا، انت فاكرني ايه؟ انا ابن ناس على فكره. انا بقى جربت الغربه وفشلت، انا قاعد هنا برد حر زنقه خنقه قاعد، ما تسأليش ليه، يمكن عشان اتفرج على الناس اللي بتنزل اجازات واقعد اكل دماغك زي ما كنت بقول دلوقتي كده، مش عارف يمكن، لكن فكره ان انا بحبها بس ده كافي بالنسبه لي.